الله يديك العافية أبو أحمد. الله يخليك يا أحمد. احنا دلوقتي في زرعة الذرة دي، الذرة الشامية دي، الزرعة دي بقى زرعتها امتى؟ دي مرمية النهارده ليها حوالي 80 يوم. حوالي 80 يوم؟ بحذر ابتدى عبى. طب يتعرف ازاي انه هو عبى ابو احمد؟ انت كد مسكت القنديل، بص التوب ده كد ما بدا ينشف يا ابو يحيى يبقى بدات علامات النضج. التوب ده اللي هو الايه؟ نقول عليه الشعر. هذا مع القصه كلها. بص كد ما نشف؟ شايف هنا ايه؟ بص ابتدى يقفل. ابتدى يعبي ده. بص تلقاه كله ايه؟ نسبة النشفان دي تلقاها زادت عن 80%، عارف الزرع ده جاب غلط. خلاص كده. طب انا شايف يعني كل نبات جايب كوزين. هو النوع ده كده يعني؟ لا النوع ده كويس خالص، ده اسمه فيوتشر، ده فردهم. ده هو انسب نوع، اللي هو مصر الوسطى في العروه دي بالذات اللي هي بتاعت شهر 5. الثلاثي ما ينفعش فيها العروه عشان مش هيعبي. تعال جاي كده بيحيى. بص التوب ابتدى يخف هنا. بص بدات علامات ايه؟ النظر ده بدا يجيب غلط. شايف؟ بدا يجيب غله خلاص كده، بدا يعبي. بس هذا عن النبات صراحه التقاوي دي حاجه روعه. طب يعني جربتها قبل كده التقاوي دي ابو احمد غير المره دي؟ يعني انت هتزرع منها دائما يعني؟ فانتاجها ممتاز الحمد لله. ممتاز وكثافتها مهما كانت. بص هذه في الغزه وهو مرغم فردي في ثلاثه في الغزه. ما فيش حاجه مطرحات. على الرغم الكثافه عاليه. بس اهم حاجه هو في مقاومه في دوده الحشد. في دوده الحشد؟ اللي هي بتنعج في قلب النبات دي، مش هتجيبها للرشاش. احنا الفار هنا برضه. بص تعال شوف مشكله الفار. يا الله. لا طب الفار ده هتقاومها بايه يا اخي؟ الفار ده حاليا عم يجيبوا له بتاع سم ومطعوم غلط. بص وما يجيش الا القنديل ايه اللي قرب يجيب غلط. جاب غلط فعلا يعني عشان يجيك في قنديل فاضي. ومشكله كبيره. خبير يعني هو. خبير سبحان الله. كل حاجة لها رزق. بس طب فردي يعني فردي يعني ايه يعني فردي يا اخي اصلا؟ فردي المفروض يترمي فردي. بص يعني نفس الكثافة دي. يعني المفروض يبقى نبات نبات. واحد واحد والمسافة دي زي كده. ونفس المسافة دي نفس المسافة. في نفر بس هتفلت منه وحدة. الجميل فيه كويس خالص يعني ايه؟ فردي اثنين هتلقى طرحة ممتاز، بس البوصة الفردية غير اثنين طبعا. بص اكيد. بسم الله ما شاء الله. يعني حاجة ما شاء الله. ما بدأ يعد الزرع. طب ياخذ كتير تاني عشان تحصد ده خلاص؟ ده ان شاء الله ممكن اخذ له 25 يوم. 25 ما هو عمره من 100 ل 110. من 100 ل 110 يوم. اللي انت شفته طيب قبل في الخيار ده. مرمي قدام ده بيوم دكة طاب عشان بلدي. دكة 90 يوم. 90 يوم. البلدي ده. فرق ده من ده. واحد على اشوف هنا. بص هنا الجماعه دول كانوا يرموا الرومية متفقين على الايه؟ على المكان اللي كان في الجسم. يعني الرمان جودة النفر نفسه. اللي هو عشان يعني شغال. عشان خفيف شوية. الانتاج يبقى اعلى. احنا والله الحمد لله خايفين منها التقاوي في العبوه عشان الجو حامله. الحمد لله. الحمد لله. الله يديك العافيه يا ابو احمد. انا الزر ده فلنت منه. فلتوش. طب جربت ترمي بالسطاره يا اخي او ال رميت بالسطاره كان المرحوم محمود ابو الحسيني. الكلام ده من 3 سنين، هو اول واحد جابها الرجل ده. تمام. رميت فيها في الجبل. كانت حاجه روعه، بس السطاره مش هي ارض تنفع. الارض تبقى فيها اطر فص. العيل ماسك السطاره ممكن تروح منه كده. هالغيض البحرين الصغير الجديد ده. مرمى بالسطاره على كده. البحر ما نقربط هالبحر غيض على طول. البحري مرمي بتاع ده مرمي نقره. نقره احسن بليف. مني. بص يعني على حسب الارض الواحد. ما شاء الله. يعني صنف عالي خالص ده والله. اسمه فيوتشر. فيوتشر جبنا البشمهندس بتاع الضبعيه اللي اسمه محمد الزيك الله يفتح بيته. يعني صراحه الراجل ده ربنا يكرمه. عملنا معاه. يعني حتى راجل قرفته حلو والله في اي شكل اي حاجه. كلام جميل. بسم الله ما شاء الله يعني. ربنا يكرمه ان شاء الله.
صراحة يعني نوع جميل وانتاجه عالي خالص. بسم الله ما شاء الله. يعني بس اهم حاجة تحافظ عليه من الدودة. ومش عندنا مثلا الصنف ده الوقت عجبنا ده. ده تمام ومية مية. وما فيش بعد كده. ما نروحش نكسر نجيب كسر نرمي منه السنة الجاية. ليه طيب يا ابو احمد ما ينفعش يا اخي؟ اولا التقاود دي مهجنة. تمام، فالهجين ما ينفعش يترمي مرتين. يعني الهجين عشان تاخذ منه ده يعتبر كسر. يعني غير البلد على قد اللي احنا. بس البلد فرق بعيد يا ابو يحيى. يعني ثلث فدان زين في التقاود احسن من فدان بلدي. عشان الانتاج. انتاج يعني فرق. لا مؤاخذة مهما حصل عمر قنديل البلد محبقة زي كذا اللي هيترمي في شهر 8. شهر 8 البلد اللي من 8 ل 11. التقاود ما تنفعش من بعد شهر 6 دي. بعد 15/6 المفروض تترميش. هترمي حاجة اسمها ثلاثي لحد 15/7. احنا دلقيه اختلط الحابل بالنابل في 8 يرمي في 10 يرمي على بس هو طول ما انت تاخرت يبقى المفروض ترمي بلدي. المفروض ترمي بلدي. حاليا اللي هو زرع المسنات حتى في التقاودي مش عبقى زي اللي زرع المرمي ده. ورغم هذا اللي حاليا اللي زرع في زرع تو طارع. عبقى افضل من ده. عشان ده برضه بدر شويه، لكن ده مع الكرامه صراحه لا يعني. اهم حاجه الميه. مجرد الزرع ما كده وتوكل على الله يشرب. بص ما تاخد بالك الاكتاف نايخة وتمام التمام. طب بالنسبة للتسميد ابو احمد. الصنف ده قوي. يعني ايه التسميد اللي انت سمدته من اول الزرع لغايه دلوقتي؟ سمدته من اول الزرع لحد دلوقتي. احنا في المية الاولى اديناها 3 اكياس سوبر وضربنا لك سيوريا فيه وقدرنا هل تمام وتوكلنا بالله. بعد كده واخد 4 صب خال 400 كيلو لحد الجيل الفدان وقرطين تقريبا. عنديها 9 شكاير ملح على 450 كيلو. عندها 150 كيلو صوبة. ده الطب يعني. بس في اراضي اجود ما تاخدش الكميات دي. بس اهم حاجة برضه بالطبيعه الفرد. انتاج يبقى اعلى كل ما يكون خفيف طبعا. طب ابو احمد هتسمي الثاني بعد كده؟ لا خلاص فيش تسمي الثاني. مجرد الزرع مساحه الحريره. بص يا ابو والدي نشفت مليش اي قصه تسميد. هم مجرد مساحه بالحرير المفروض ما يعني اخر ياخذ من حياته على بعضه. خلاص ميه وخلاص. يعني تسقيه بس. الزرع ده ممكن يشرب له ميه او اثنين. تبرح يشرب له ميه تمام. ياخذ له عليها اسبوع. ياخذ له 15 يوم بالعطش. هو طبعا الفتره اللي هو مصوموه فيها دي اللي هو عبقى فيها ايه بعدها الحصاد. دي يعني حسبه 22 يوم تجيب الزرع ده مرتاح. ان شاء الله. لانه الزرع ده انت تلقيه شايف ما ممكن تقول مع عباش تقول هنا جيب فيه ليل ونهار لو عايز لك قنديل تشويه ما تلقاه. يا سلام. بس اهم حاجه برضه نظافه الارض. نظافه الارض. ما يكونش فيه. بص. يعني انت ما فاتت احنا منظفين البلاد اصلا. ما شاء الله. فعلا انا شايف الارض نظيفه يعني. فيش حشائش ما فيش. بص دي كده حاجه مهمه جدا.